يا صباح الخير والنور والسرور، أسعد الله صباحكم بالخير. لا تنسون الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طال اليوم أجل البنات، يا ربي الجو مرة حار عندنا، خلي بس نظارتي وأطلع. يلا خليكم معايا. وصلت مدرسة البنات، بس انتظر شوي زحمة مرة عند الباب، بنزل الباب. حر المدرسة، حر جوا المدرسة، بالفصل برا الفصل كان حر، الفصل بارد من دخول. طبعا شفت السارة، شفت سرية سرية عرفتها، اتخذ اسمها هذا عرفت البنت من البنت. طيب سرية سرية يوم طلعت استاذة تبعدون تدرسنا رقمية. طلعت سرية رقمية استاذة من الحر، سميت الحر. يا الله ما جيت مثل هذا، والله تكون اليوم مطلقة، اليوم استمتع بالحر، والله حر حر. ابوي ايش متى؟ الحين صار لنا 3 ايام نداوم وكل الايام حر. والله المفروض صراحة انهم جهزت مقادير الغداء اليوم، راح ادلعهم اليوم بس شوي اصلي. راح اسوي كبسة بيضاء ملوخية وحمسة باذنجان. عاد حمسة هذه شفتها في امس مدري وين في موقع، قلت خليني اجربها اليوم اشوف، لان احنا من محبين ما شاء الله الباذنجان. يلا انتظروني وشوفوا، راح اصور لكم خطوات. يلا خليكم معي. وهنا جهزت البذور خلاص، طبعا الملوخية خليها اخر شيء. ابدا في حمسة الباذنجان والرز. هنا جهزت الطماطم، بقى الفلفل الرومي يبغالي قطعه، نضيف زيت. الحين بقطع الفلفل الرومي وبرجع لكم. وهنا بديت بالشغل، طبعا هذا بسوي الرز بعدين شوية، خليني ابدا اول شيء بحمصة الباذنجان، بعدين ابدا في طبعا اللي كانت تساعدني على فرحة اشوف واجباتي. هنا كل شيء جاهز، بديت الطماطم، بديت المعجون. شوي دول بعدين نحط الباذنجان والفلفل الرومي، وهذه البهارات اللي بستخدمها طبعا لكشنة الخمسة الباذنجان. أهم شيء بابريكا، بهار مشكل، كمون، وكزبرة. خذي شوي مويه شوفي عشان يذوب شوي، لأنه ما متكتل.
هنا شغلت النار على كبسة الدجاج. طبعا بعد ما يستوي الدجاج باخذ المرق واحطه هنا على الملوخية، اسهل. وبدال ما هنا اطبخ ثاني مرة كذا، لا اخذ من المرق واحطه على الملوخية. هنا ضفت مكونات خلاص واضع ما شاء الله لذيذة، بخليها تقريبا 5 دقايق وبغطي عليها. تغدينا الحمد لله، والحين جالسين على الكتب نشوف الدروس الواجبات، نشوف ايش خذوا وايش ما خذوا، وايش عليها الحفظ والمطويات وال... والحين اساس اني واجب، بس طبعا قاعده اتجاهله عشان تتجاهله عشان ترسم في السبوره. بس والله ما في جديد ولا في علوم، نفس يوم يتكرر. الله يعينكم. النوم بدري حلو، النظام ذا احسن شيء في نظام المدرسة، النوم بدري عشان نوم الساعة 8. والله اليوم يلا صحيت فيني نوم غير طبيعي، والحين جالسين يحفظون شوي كذا، واعطيهم الايبادات يلعبون. انا العب معهم يسلمون، قلت شوي كذا ساعة يكملون واجباتهم نشوف. طلعت قبل الأسهر سنتر باينت أدور اللم ولانش بوكس، للأسف اللي شريناه مرة حجمه كبير وتقسيماته مرة صغيرة ما يناسب. والحين بطلع بروح وين؟ يلا خلوكم معايا. جيت الدانور أخذ أشياء خفيفة على القهوة، حلا كيك شيء على طريقي. أنا مرة واحدة أخذ من هذا، خذه. وين هذا يعني؟ هذا كم هذا؟ نص كيلو. أعطي من هذا نص؟ نص كيلو هذا بالعيس. ها؟ نص كيلو هذا بالعيس. نص كيلو؟ أيوه. خلاص جيب من هذا. كم؟ كم كيلو؟ كيلو كم؟ كيلو يجي سبعة. ها؟ عطني نص من هذا. من هذا نص. كم هذا يجي؟ هذا يجي ممكن 300 جرام 400 جرام. زوج شوي. شوف هذا زركش رمان مجفف يحطون على الكشنة من فوق. هذا ما ادري شو هو السوداني. فول سوداني، باجو، بندق. هذا عجوة. ناخذ نخلي على القهوة. اثنين ايه؟ هذه واحد فراولة. ايه هذا شوكولاتة بليش هذا؟ جيب واحد. ها خلاص نسوي عروض على ال، لو اني ماخذة كبير احسن، على كيف الدائري الكبير يعني. طايرهم حلو والله، لا بس شو هذه حلاوة القديمة مسوينها الدانو، بس ما ادري نفس الطعم ولا تختلف. هذه الرياض الايام هذه مرة برد، برد حر.
كيك عندي عشان شيء. يا ربي سبحان الله الجو حر مرطوبة. خلصت مشاويري بدري كبر الزحمة. بعد بنزين طفيت السيارة لأن ما ودي أعبي مع الحر هذا ويجي مشكلة في السيارة. حر 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 كبير. يلا الحين راجع البيت. نظفت الاسم هذا وبخرته وانتهيت منه. طب الحين الأثر شوي كذا صلي المغرب وادخل المطبخ عاد اشوف ايش اصنع البنات اكل. لازم ينامون بدري اليوم امس ناموا متاخرين. ويلا صحوا اليوم. والحين وقت تجهيز العشاء. أصلح توست البنات توست تونة وبطاطس ويلا برجع أنظف كوسة المطبخ. هنا نظفت المكونات ليمون ومايونيز فلفل أسود وشطة. ببدأ الحين احطها في فحش التوست. صلحت السندوتشات وحمصها عليها شوية بس دقائق وأطفي عليها. هذه القطعة هي ضامة حقت بيتزا بس أنا أحب هذا التوست لأنه دائما التوست اللي حطيتوه على الصينية يجي يرطب شوية كذا تخليها يخليه يعني مقرمش. وكذا وصلت نهاية المقطع. انتظروا ان شاء الله مقاطعنا الجاية ونشوفكم على خير والى اللقاء.